بعد النجاح الذي حققه برنامج الأول من الأوائل، والذي تعلم فيه الطلاب أكثر المواد ضرورة في مجالات التفكير الكمي والكلامي وفي الحاسوب واللغة الإنجليزية والشطرنج، بعد هذا النجاح جاء برنامج لقاء الأذكياء الجديد، الذي استطاع الأستاذ بسام محمد عرابي من خلال تجربته أن يطوره ويقدمه بأحسن صورة تعليمية للطلاب الأذكياء الصغار، والذي ساعدهم في تطوير ذكائهم وشخصيتهم، وأمدهم بمعلومات جديدة وطرق تفكير مفيدة ومفاهيم اجتماعية ونفسية وتربوية حديثة. واضح أنه إحنا بنحط كل قدراتنا وثقتنا في العقول الموجودة عندهم، لأنه إحنا بنثبت إلهم ولكل الموجودين في سلك التربية والتعليم أنه طلابنا عندهم قدرات، عندهم وعي، عندهم إدراك لأهمية هاي المواضيع. وأنا بطلب اللي من كل أولياء الأمور والمعلمين اللي معنيين أن إحنا نرتقي بمستوى التربية والتعليم، إنه كديش بنقدر نستثمر في هاي الأجيال. في موضوع الحساب تم التركيز على المسائل الكلامية والمنطق الحسابي والمفاهيم الأساسية مثل الكبير والصغير والفردي والزوجي وحاصل الجمع أو الطرح وغيرها. في مجال الحاسوب تم التركيز على أهمية لوحة المفاتيح في معرفة الحاسوب، وعلى الألوان والتلوين والبحث في محرك البحث جوجل. أنا بقولها يعني بكل فخر، نادر جدا ما تلاقي ابن صف ثاني بفوت على جوجل بدور على المعلومة، بلك المعلومة وباخذ المعلومات اللي بدي إياها من المعلومة. اليوم في أجيال اللي تعرفش تأخذ المعلومة، أجيال أكثر من صف ثاني ما بتقدرش تأخذ المعلومة من الإنترنت. من هون لهون هسا بدي أسألكم عنها سؤال، اعتبروا نفسكم بتذكروا بقطعة بقصة، أنا هسا بدي أسألكم عنها سؤال. يلا هذا الجيل مهم جدا، عنده قدرة على الاستيعاب، عنده قدرة على الإدراك، عنده قدرة على الوعي، وعنده قدرة على التمييز بين الموضوع المهم والغير المهم. وإذا إحنا علمنا 6 مواضيع لطلاب صف أول، معناته الآي كيو اللي عندهم قدرات الذكاء قوية جدا، واسعة جدا بلا حدود. كديش بنقدر نستوعب، كديش بنقدر إحنا نعطي، هذا ببين نتائج في المستقبل في التفكير الإيجابي، في التفكير التفاؤلي، في التفكير العاطفي، في التفكير الحيوي، إنه إحنا نحقق وننجز أشياء جديدة مش موجودة في سلك التربية والتعليم. في موضوع الشطرنج تم التركيز على معرفة القطع وأهمية كل قطعة ومعرفة طرق اللعب مع التركيز والتفكير الصحيح. لما احنا قررنا نفوت نعلمه للأولاد الصغار، بكفي لنا هدف من وراء إنه الأولاد الصغار يبدوا يتعلموا الفوائد بتاعت الشطرنج. والفوائد بتاعت الشطرنج أنا متأكد إنه غالبيتكم بيعرف عنها أو سمع من أمه أو من أبوه، مظبوط؟ تعالوا نحكي عنها وأسألكم سؤال، شو بنستفيد من تعلمنا للعبة الشطرنج؟ اللي بيعرف برفع إصبعه وبكتب شو بقول. شغلة مهمة. استنى أنا أسأل. ندور عكلنا. شطرنج نتعلم من موضوع الشطرنج. الذكاء، تطور الذكاء اللي عنده، مظبوط؟ الذكاء. شكرا نتعلم منها؟ صبر. صح ممتاز. الصبر. نعم. أما في موضوع اللغة الإنجليزية فقد تم التركيز على معرفة وكتابة الأحرف وبعض الكلمات الأولية. وفي مجال الفنون والرسم والتلوين كان من أهم المواضيع التي أعطيت للطالب الذكي
فرصة التخيل والإبداع مع التعرف على أهمية الرسم والألوان والتعبير من خلالها. كرة نلعب بها، بإيش هاي الكرة؟ بإيش بنلعب فيها؟ لأي لعبة؟ لعبة كرة القدم. ممتازة يا ميراد، كرة القدم. والفن الإبداعي له أصوله التي يجب أخذها بعين الاعتبار لتشكل وسيلة مثلى لوضع لوحة فنية حركية واستخدام ذلك في مجالات المعالجة الذاتية بواسطة الفن الراقي، ولتكون مدخلا نحو التركيز النفسي. يعني أنا موضوع عشق المجال هو فن أشهر علاج عن طريق الفن، يعني اللي هو بسيكولوجيا فنية. طبعا مشتغل أنا مع الطالب المجال، يعني حتى المسرح الرسم هالأشغال اللي بس أعرف مشكلة الطالب في عنده، يعني مشكلة اللي بسرح بيها أو إنه التفجير أو التركيز، يعني بعطيه عن طريق الفن هالحركات اللي هي على التركيز، اللي هي كلها يوغا أو ريكي، اللي هي أكبر فعاليات. يعني بقدرش أنا أعطي الطالب إنه يظل يرسم ويظل حتى الإمادة، إلا بعطيه على الإشي مرات فكاهية يمزح أو يلعب يحس بالنوع الموضوع. يعني بتأمل إنه هاي الرسالة تصل عبر هاي الكلمات اللي إحنا مسؤولين عنها. بتأمل إنه هاي الرسالة اللي في داخلها برضو برقيات مستعجلة، إنه تعالوا مع بعض نحاول ننقذ قديش بنقدر من الأشياء اللي طلابنا محرومين منها، أولادنا مش قادرين بحصلوها، ولكن إحنا إيد بإيد عقل مع عقل رايحين نبني صرح تعليمي جبار وعالي ومرتفع كل الوقت.